صباح الخير مجددا، وصباح الخير لجميع مشاهدي شاشة الوطن عبر برنامج يوم جديد. نعم، يعني الآن موجودون في مركز شابات توم الجمال، يعني هذا المركز الريادي والذي تم افتتاحه من لدى سمو ولي العهد وبتوجيهات ملكية سامي لتقديم ودعم وتبني الطاقات الشبابية. كاميرا برنامج يوم جديد في جولة ميدانية داخل أروقة مركز الشابات توم الجمال للحديث أكثر عن مدى استفادة الفتيات من هذا المركز. صباح الخير، تعرف عليكي؟ إيمان المسايد. شو استفدتي من هذا المركز؟ أول شيء حابين نشكر جلالة الملك وولي العهد على هذه المنحة اللي هي بناء مركز شباب أم جمال. استفدنا من هذا المركز إن انخرطنا إحنا كشباب وشابات بالمجتمع المحلي ووفرنا أنشطة ومحاضرات توعوية كثيرة. اليوم حبينا نشارك بمعسكر الكشافة والمرشدات عشان يكون عنا خلفية كافية، عشان إذا أي حدا حب بالمستقبل إن شاء الله إنه يشارك بهاي المعسكرات إن كان في المدرسة أو في الجامعة. شو بتحكي للصبايا الفتيات اللي بيستغلوا الفرص خاصة العطل الصيفي؟ أكيد لازم كل حدا يستغل الفرص بما إنه يعني في عطلة وما في مدارس، وكل حدا يجي من القرى القريبة على مركز شابات أم جمال ويسجل فيه لأنه أكيد رح يستفيد. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. ننتقل الآن إلى نتعرف عليك، اسمك؟ رنا المسعيد من سكان منطقة أم الجمال. شو استفدتي؟ كيف حبيت إنك تيجي لهالمركز؟ استفدت إنه إحنا هسه في العطلة الصيفية وفي معسكرات ومدربات وهيك، وفي صالة رياضية ومختبر حاسوب، وقاعدين نستفيد إنه نستغل العطلة الصيفية بإنه نيجي على المركز ونستفيد ونتعلم أشياء جديدة. شو خلال فترة الأيام هاي استفدتي محاضرات برامج؟ استفدنا من معسكرات التماسك ومعسكرات الكشافة والمرشدات، وإن شاء الله كمان لقدام رح نستفيد بزيادة يعني. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. نلتقي الآن أيضا أحد المستفيدات، يعطيك العافية. الله يعافيك. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا إسراء صايل الشرفات. في البداية أشكر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهد الحسين أطال الله في عمرهم. زي ما تعرف هسه إحنا في العطلة الصيفية، في البداية كنا كثير نتغلب إنه نحب نستثمر هذا وقت الفراغ في العطلة الصيفية، كنا نتغلب كثير لنضطر نروح لمناطق لمراكز شباب في مناطق ثانية، لكن منذ إنشاء هذا المركز في أم جمال كثير وفر علينا الوقت والجهد وكثير استفدنا. قمنا ب هذا المركز قام بتنمية المواهب لدينا، وكمان أنا كشابة في أم جمال أدعي جميع البنات اللي بعمري يقوموا بالاستفادة في هذا المركز. كمان مركزنا مفتوح ليستقبل جميع الفئات العمرية ومفتوح في جميع الأوقات. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. نلتقي الآن إذا أحد المستفيدات، يعطيك العافية، نتعرف عليك. الله يعافيك. اسمي مرام سعيد. أشكر ولي عهد على افتتاح هذا المركز الشابات. الشباب كانت فكرة جيدة جدا وروعة، كأعمار استقبلوا أعمار كاملة وكان فكرة جيدة، وبها كل الصالة رياضية وصالة، وكنت استفيد من عطلة رياضية أن عطلة مدرسية ذهاب إلى هذا المركز كان تغلب كثير إلا ذهاب مراكز عدة بعيدة. لم تم استفتاح هذا المركز كانت فكرة جيدة، كان ذهاب من البيوت إلى المركز هذه كانت قريبة. نعم، يعني نلتقي الآن إذا أحد المتطوعات في المركز، تعرف عليك. أهلا وسهلا فيكم، اسمي آيات سميران، محافظة المفرق. شو مدى يعني أنت كونك متطوعة في هذا المركز؟ كيف وجدتي إقبال الفتيات على هذا المركز؟ أول إشي يعني الإقبال الحمد لله هو كثير ممتاز بالمركز، كونه يعني إحنا مرينا بعطلة صيفية ويعني هاي نهاية العطلة الصيفية، وهو يعني نشكر كمان ولي العهد اللي إجا افتتح المركز للشابات والشباب بمنطقة أم جمال، فهم هون عنا الفئة العمرية هاي اللي كانت بالمدرسة يعني كانوا مضغوطين شوي من العطلة الصيفية، فهم حابين اللي يفرغوا طاقاتهم، فبس يعني الحمد لله إنه إجت هاي المكرمة الملكية وتنفذ هذا المركز هون عنا بأم جمال. طالبات هون عنا البنات المستفيدات من هذا المركز حبوا هاي الفكرة كثير، يعني وبدل ما احنا مثلا مثال في دورة فيها 25 هم يجوا 30 و35، يعني عندهم اقبال على هذا الاشي، عندهم طاقات ومفرغوها، بس الحمد لله في مركز شبات وقاعدين يفرغوا فيها. الأعمال التطوعية انت كمتطوعة متدربة تدربي الطالبات، شو الابرز الاعمال اللي يقوموا فيها؟
أبرز الأعمال هو هسه بالبداية إحنا هو في خطة للمركز. بالبداية في يعني في كشافة، في معسكرات، في معسكر التماسك الاجتماعي، في معسكر الكشافة والمرشدات. هسه بالخطة بالشهر الجاي في إن شاء الله رح يكون في تدريبات حرفية. التدريبات الحرفية هاي يعني هم يستفيدوا منها، منه يستفيدوا منها إنهم يعملوا منتج لهم، ومنه كمان هون الطالبات البنات إنه يعني كمان يتعلموا حرفة، حرفة هم يتعلموها، ممكن يعني بالمستقبل يصيروا مدربات، يصيروا عندهم مشروع إنتاجي إلهم خاص فيهم يعني. وهذا كل الفضل هذا يرجع لمركز الشابات اللي موجود بأم جمال كمان بكادره يعني الست أمل. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. ننتقل الآن أيضا أحد المتطوعات في مركز الحاسوب، يعطيك العافية، نتعرف عليكي. اسمي هنادي أبو سمرة، أنا حاليا مدربة متطوعة أعطي دورات حاسوب للطالبات. كيف عملية استقطاب الطلبة؟ ليش تعلميهم الطالبات؟ في استقطاب وفي إقبال على هذا المركز؟ الإقبال صار صراحة بمناسبة يعني الافتتاح يعني العطلة الصيفية. إحنا تعرف إنه الطلاب يعني أوقاتهم تروح هيك يعني، فحبينا الناس يستفيدوا من هذا الوقت، يعبوه ويستثمروا وقتهم بشيء مفيد لهم، فحبينا نعمل دورة حاسوب لحتى طوروا مهارات الحاسوب عند الطالبات. يعني في هناك زي ما تحكي دورات الحاسوب أهميتها، تدريبهم، تأهيل الشباب، تعطيهم باستمرار يعني هاي الدورات؟ أكيد راح تكون باستمرار، راح تكون يعني من بداية افتتاح المركز أكيد لعطول إن شاء الله. الله يعطيك. الله يعافيك يعني. يعني كل هذه يعني كما تحدث القائمين على هذا المركز وأيضا الفتيات أشادوا بهذه المكرمة الملكية السامية وبتوجيهات من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين حفظه الله ورعاه في الاهتمام والرعاية بالطاقات الشبابية وخصوصا في هذه المناطق البادية الشمالية. للعلم ترى هاي أول انطلاقة فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء بعد ما قام سمو ولي العهد بافتتاح هذا المركز الشبابي، وهنالك كما تحدث إقبال كبير من قبل الفتيات من هذه المنطقة، والذي من المتوقع أن يخدم هذا المركز ومركز الشباب أيضا أكثر من 24,000 شاب وشابة من أبناء مناطق قضاء أم الجمال في البادية الشمالية الشرقية. كل هذه المراكز الشبابية الهدف منها هو تبني وطاقات وتدريب الشباب على مختلف المهارات الحياتية والأعمال التطوعية وغيرها من البرامج والمشاريع، والتي من شأنها المساهمة في الاستثمار الأمثل في هذه الأوقات وخصوصا خلال العطلة الصيفية. عودة لكم.